على حسن جديد وهجوم خطيف مره اخرى وهجوم خطيف فرصه لفادت فرق دفاع حسن جديد وتدخل حارس والكره في الشباك الكره في الشباك يعني كان انذار اول كان انذار اول من لاعب داني من كارل ماكس داني كان اول انذار وهذا ثاني انذار ويسكي الكره في شباك الحارس ياسين الحق نفذات كره عاليه بنفس الطريقه نفس الطريقه والهدف الهدف ديال التعادل والمسجل هو اللاعب بن المعلم اسماعيل بن المعلم يعطي التعادل لفريق الرجاء البيضاوي كل الركنيات ديال فريق الرجاء البيضاوي نفذات بنفس الطريقه كره عاليه نحو القائم الثاني وهذه المرة أعطت نتيجة بارتقاء جيد وفوق الجميع للاعب بالمعلم اللي كنعرفوا عنده قامة طويلة استغل الفرصة وأسكن الكرة في شباك الحارس حميد النادي ونتابع مرة أخرى كرة كانت وراء جميع اللاعبين ديال فريق الدفاع الحسن الجديدي يتأسفون على ذلك ووجد اللاعب المعلم نفسه نفذت الركنيه ضربه راسيه والهدف الهدف الثاني هدف قاتل هدف قاتل للرجاء محمد الحاج هدف قاتل للرجاء في الانفاس الاخيره اذا جوج ديال المدافعين جوج ديال المدافعين كينقذوا فريق الرجاء في المناسبتين هدف التعادل عن طريق اللاعب اسماعيل بالمعلم وهدف الفوز في الانفاس الاخيره وقت قاتل في الانفاس الاخيره من المباراه والحاج يهدي الفوز لفريق الرجاء البيضاوي ما اصعبه هدف بالنسبه للاعبي فريق الدفاع الحسن الجديدي لاستمات كثير خلال هذه المباراه إنما وقع نوع من التراجع على مستوى وسط الميدان تراخي على مستوى وسط الميدان هو اللي استغلوا على نحو جيد فريق الرجاء البيضاوي والتغييرات أيضا اللي قام بها المدرب